هنا عبد الكريم مرزوق. طيب الأنسة علا ما جاتش معاك ليه؟ مع حضرتك أنا الأنسة علا. حكمان أبويا الله يرحمه حضرتك حب يسميني علاء، فموظف السجل المدني نسي الهمزة فبقيت علا. أمي ساعتها قالت له حلو قوي يا عبد الكريم، علا علا يا أخويا، ده حتى رزق البنات واسع. ومن ساعتها بقيت علا. بس رزقي مش واسع. مكتوب هنا في السي في ان انت اشتغلت في اماكن كتير قوي. سبتها ليه امال؟ ها؟ سبتها ليه؟ ما انا ما كنتش فاضي بقى يعني. انا حضرتك انا هستلم الشغل الجديد امتى؟ من دلوقتي اذا حبيت. عارف يا علا؟ انا من ساعه ما شفتك ارتحت لك، بس خد بالك اهم حاجه عندنا هنا التعليمات. ما تقلقش عيني مش هتغفل لحظه واحده، هتلاقيني صقر ايه؟ انت عايز تطير الشغله من ايدينا؟ ليه؟ زي ما انت شايف الشركه هنا ما بيقولهاش غير مره واحده في الاسبوع ياخدوا منها الميه، بقيت الاسبوع كله نايم. تعرف تنام يا علا؟ ما تقلقش عيني مش هتفتح لحظه واحده، هتلاقيني بروطه. شكلك هتطول معانا يا علا. باشا احنا وراهم سيادتك، هم متنكرين في زي ضباط شرطه سيادتك، غفلونا وسرقوا مننا البوكس سيادتك. عملنا ايه؟ غفلناهم وسرقنا الميكروباص بتاعهم. احنا ما تغفلش علينا يا باشا. تعمل حسابك يا علا من بكره تجيب بيجامتك معاك، ورديتك 12 ساعه تنام منهم 11، بعد كده تقوم وتجهز عشان اجي استلم منك. حاضر يا عم حسونة، هنام 11 ساعة وهصحى من النجمة علشان انا بحب الالتزام جدا. برافو عليك. فين الهمة امال؟ يلا بقى يا عم حسونة بقى، عايز اشتغل هطير الشغل من عينيا. يلا يلا مع السلامة، ما تتأخرش عليا بقى، ولو اتأخرت انا نايم يعني. ماشي يلا يلا. مع السلامة يا عم حسونة. بقول لك يا معلم باشا، بقول لك يا باشا دي خيانه، واعتقد كده ان الخيانه دي مننا فينا يعني، من دقنه وفتله. اطلع وراهم وراهم. التعليمات في حاجة؟ انت هترغي، افتح الباب. افتح. خش خش خش. اقفل الباب يا باشا، ما كان مقفول. انت هترغي، اقفل الباب. امشي يا زلمة، امشي. في ماشي يا باشا، اسكت خالص. في ماشي يا باشا. ده مركب عيد الطيب، ده مركب عيد، ده مركب عيد. قدام. يلا 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 جو. انت امن من هنا، وانت امن من هنا، وانت حاسب الميكروباص وحصلني، وانت ورايا. سلم نفسك يا ملعوب، سلم نفسك انت وكل اللي معاك، ما تحاولش الهرب، المكان كله محاط. لا اله الا الله. انا بصراحه مستغرب يا باشا، اول مره اشوف عصابه هي اللي بتطلب من ضابط البوليس انهم يسلموا نفسهم. خلاص الدنيا خربت، ده انتوا هتشوفوا ايام سودة. انا افديك بروح يا باشا. واضح ان الضابط اشرف ده مش هيجيبها البر. انا جالي حته الدين فكره. ايه يا باشا؟ احنا نسلم نفسنا. لا يا بلوطي باشا، نسلم نفسنا ايه؟ لا انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ ده احنا البوليس وهم العصابه، احنا لو سكتنا لهم كده هيطلع مكانهم 100,000 عصابه وصورتنا هتتهز قدام الشعب. عندك انت يا باشا، احنا مش هنسلم نفسنا يا عصابه الضابط اشرف، والسلاح كتير وخير ربنا كتير، واحلى ما في خيركم اركبوه، مش هنتهز. يا لهوي، ما يخرب. يا لهوي،
انا هقلبها لكم دنداره يا عصابه الضابط اشرف. يا اخوانا التانيلة يا استاذ ايه حرفتك يا كلب.